يقول السائل: هناك من يقول بأن الذبح للشمس خاصة لا يكفر صاحبه إلا إذا نوى التقرب القلبي، فهل هذا التخصيص صحيح للشمس؟ لا، هذا كلام بالجهل، ما هو بالعلم. ما يجوز الذبح لغير الله، لا للشمس ولا لغير، ولا للزهرة ولا، نعم، ما يجوز الذبح لغير الله، ومن فعله فهو ملعون. نعم.